بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي تلاميذ الصف الثالث الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتناول شرح الدرس الثامن من الفصل الثالث أصول علم الطب، المحور الثالث أصول الأشياء، منهج اكتشف، الفصل الدراسي الثاني. في هذا الدرس يا أبنائي ندرس أصول علم الطب. لقد تعرفنا في الدرس السابق الأدوات الطبية في الماضي والحاضر، وتعرفنا كيف بعض الأدوات الطبية قام الأطباء المصريين بتحسينها واستخدامها في الوقت الحاضر. قبل أن نعود يا أبنائي إلى قصتنا عن رشاد ونبدأ مشروع شارك، دعونا نراجع صفحة 321. أكمل المخطط لتعكس ما تعلمته. 3 حقائق تعلمتها. لابد أن يذكر التلاميذ 3 حقائق تعلمها. على سبيل المثال، في حالة المرض يجب الذهاب إلى الطبيب، أو الكمادات تعمل على أو تعمل كمادات كمسكن في خفض درجة الحرارة. حقائق ممتعة تعرفت عليها. الكمادات تساعد في خفض درجة حرارة الجسم. كذلك من الحقائق الممتعة، يجب ألا نصدق كل ما يظهر في الإعلانات التجارية. سؤال يراودني، لماذا نجرب أشياء قد تضر بصحتنا؟ هذه يا أبنائي على سبيل المثال. بالنسبة يا أبنائي لمشروع شارك الخاص بنا، سوف تتعلمون بشكل مستقل لكتابة الفصل الرابع من قصة مرض رشاد. لكن قبل أن نبدأ دعونا ننتقل إلى تقييمنا الذاتي. هناك كلمة في فئة المحتوى الدراسي نحتاج إلى مناقشتها وهي زمني. أستطيع استخدام كلمات تعبر عن الوقت عند كتابة قصة تفصيلية. الوقت المقصود به الزمن، هي كلمة تتعلق بوصف الزمن. في هذه الحالة سنركز يا أبنائي على كيفية استخدام كلمات مثل أولا، ثم، التالي وما إلى ذلك للمساعدة في إيصال تسلسل الأحداث التي تحدث أو تحدث لرشاد. قد نحتاج إلى العودة إلى قصتنا من الفصل الأول إلى الفصل الثالث حتى نستطيع كتابة الفصل الرابع المطلوب منا. كان هناك يا أبنائي مجموعة من الحلول المقترحة لمشكلة رشاد، مثل مشروب ساخن، كمادة باردة، دواء من الصيدلية، جزر، دواء عبر الإنترنت، ومتابعة الطبيب. سنكتب في الفصل الرابع يا أبنائي من القصة لشرح الحل الذي يختاره رشاد ولماذا يختاره ومدى نجاحه. هل هيختار الحل الذي نتفق أنه الأفضل أم يختار علاجا آخرا؟ أولا افتحوا صفحة تخطيط القصة وتحديد عناصر القصة صفحة 119، أعد قراءة قصة مرض رشاد ثم أكمل المخطط التالي. الشخصيات، سوف نقوم بتحديد الشخصيات، نقوم بتحديد الزمان والمكان. ما هي الشخصيات التي سوف نكتب عنها في الفصل الرابع؟ أين ستحدث القصة؟ هل سيتغير المكان والزمان خلال القصة أم لا؟ الشخصيات رشاد، على سبيل المثال والد رشاد أو أبو رشاد، أم رشاد، والطبيب. ماذا نعرف عنهم؟ أن رشاد كان يعاني من المرض، والديه اقترحوا الذهاب إلى المريض. الوقت والمكان، على سبيل المثال قد نحدد اليوم أو لا، يوم الاثنين الساعة 6 مساء في عيادة الطبيب. المشكلة، أن رشاد كان يعاني من التهاب في الحلق وارتفاع درجة الحرارة. طب ما هي الحلول الممكنة؟ الحلول الممكنة كمادات باردة، دواء مسكن، زيارة الطبيب، ومشروب ساخن، وتناول الجزر. وهنا سوف نستخدم أو الحل الممكن الأفضل بالنسبة لنا، وهو زيارة الطبيب الذي سوف نتحدث عنه. ثم صفحة 120 تخطيط القصة،
أكمل أفكار قصتك. الشخصيات هنا مثل ما قلنا رشاد، والد رشاد، والدة رشاد، والطبيب. الوقت والمكان: في منزل رشاد مساء قبل أذان العصر، ثم تغير المكان بعد ذلك في عيادة الطبيب الساعة 6 مساء. أولا، مرض رشاد وكان يعاني من التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة، ثم ذهب مع والديه لزيارة الطبيب. بعد ذلك قام الطبيب بفحص رشاد وطرح عليه بعض الأسئلة وكتب له العلاج. ثم في النهاية تحسنت حالة رشاد بعد تناوله العلاج الذي وصفه له الطبيب. إذن حسنا يا أبنائي، لابد أن تكون لدينا أفكار حول الشخصيات التي ستدور حولها القصة أو التي سيدور حولها الفصل الرابع من القصة، وكذلك الوقت والمكان. إذا كان المكان والوقت واحد سوف نكتب مكان واحد، أما إذا كان لدينا أكثر من مكان في القصة فسوف نقوم بذكرهما. يعني في بداية القصة كانت المكان هو منزل رشاد، ثم بعد ذلك تغير في عيادة الطبيب. إذا لدينا هنا مكانين: منزل رشاد وعيادة الطبيب. ثم بعد ذلك سنفكر فيما ستفعله الشخصيات، سنخطط لكيفية سرد القصة بالترتيب أولا ثم بعد ذلك في النهاية. تذكروا عندما كتبنا مسرحياتنا في الفصل السابق استخدمنا الكلمات أولا وبعد ذلك وأخيرا لكي تساعدنا في تسلسل أحداثنا. سنفعل نفس الشيء في كتابة هذا الفصل كما فعلنا في هذه المربعات التالية. المربع الأول: أولا، ثم بعد ذلك كتبنا ثم لتتبع تسلسل القصة، ثم بعد ذلك، ثم كتبنا في النهاية. إذن يا أبنائي لابد أن نفكر في أحداث الفصل ونقوم بسردها بتسلسل مهم. بكده يا أبنائي يكون انتهينا اليوم من شرح الدرس الثامن. تعرفنا على الشخصيات، تعرفنا على الوقت والمكان، تعرفنا على تسلسل القصة لكي نقوم بسردها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.